مرحبا بكم في فيديو جديد. في فصل الشتاء عندما تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، تتجمد بعض المسطحات المائية مثل الأنهار والبحيرات لتتشكل طبقة من الجليد تمنح المكان مظهرا ساحرا. لكن هذا المشهد قد يثير التساؤلات، كيف تتمكن الأسماك والكائنات البحرية من البقاء في مثل هذه الظروف القاسية؟ كيف تتكيف مع البرودة الشديدة؟ وما الذي يحدث تحت هذه الطبقة السميكة من الجليد؟ هذا ما سنستكشفه معاً في فيديو اليوم. قد يبدو غريباً أن ترى شخصاً يصطاد على سطح بحيرة متجمدة، لكنه ليس مجنوناً، فهو ببساطة يحاول اصطياد الأسماك التي تعيش بأعداد كبيرة تحت الجليد، فالطبقة الجليدية ليست عميقة جداً، وتحتها توجد مياه سائلة بدرجة حرارة تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، مما يوفر بيئة مناسبة تماماً لبقاء الأسماك. ولكن كيف تبقى المياه في حالتها السائلة تحت طبقات الجليد؟ يحدث ذلك لأن الجليد يتميز بكثافة أقل من كثافة الماء، مما يجعله يطفو على السطح تاركاً المياه السائلة تحتها. في تلك الظروف تتجمع الأسماك عادة في القاع، حيث تكون درجة الحرارة مستقرة عند حوالي 4 درجات مئوية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل طبقات الجليد السميكة كعازل، مما يساعد على احتجاز كميات كبيرة من الأكسجين في الماء، مما يوفر بيئة مناسبة للأسماك للتنفس والبقاء على قيد الحياة. إذن كيف تتمكن الأسماك من التكيف مع البرودة الشديدة؟ درجات حرارة مثل 3 و4 درجات مئوية تعد باردة للغاية لمعظم الكائنات الحية، لكن بعض الكائنات بما في ذلك الأسماك تمتلك خصائص خاصة تساعدها على التعايش مع هذه الظروف القاسية، فهي تنتمي إلى فئة الكائنات ذات الدم البارد Cold Blooded. الكائنات ذات الدم البارد لديها قدرة فريدة على تعديل درجة حرارة أجسامها لتتناسب مع درجات الحرارة المحيطة، على عكسنا نحن البشر الذين نصنف ككائنات ذات دم حار Warm Blooded، حيث تظل درجة حرارة أجسامنا ثابتة عند حوالي 37 درجة مئوية بغض النظر عن التغيرات في البيئة المحيطة. لهذا السبب نلجأ نحن البشر في الشتاء إلى ارتداء الملابس الثقيلة واستخدام أجهزة التدفئة، بينما في الصيف نخفف الملابس ونستعين بأجهزة التبريد لنتمكن من التأقلم مع الطقس. أما الأسماك ففي فصل الشتاء ومع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة تقوم بتعديل درجة حرارة أجسامها لتتوافق مع حرارة المياه المحيطة. بالإضافة إلى ذلك تنخفض تدريجياً معدلات العمليات الحيوية في أجسامها مثل الأيض، وكذلك معدل ضربات القلب والتنفس، وتتميز الأسماك بامتلاكها طبقة من الدهون غير المشبعة مثل أوميغا 3 داخل خلاياها، مما يوفر لها حماية إضافية ضد البرودة الشديدة. لهذا السبب تقوم بعض الأسماك بتناول كميات كبيرة من الطعام قبل قدوم فصل الشتاء، مما يزيد من سماكة تلك الطبقة الدهنية، وبالتالي يساعدها على البقاء والتكيف مع الظروف القاسية خلال الشتاء. ولكن ماذا عن الأسماك التي تعيش في المناطق القطبية الشمالية والجنوبية؟ هنا سنجد أن الظروف أصبحت قاسية أكثر، حيث تقترب حرارة المحيطات من نقطة تجمد المياه المالحة سالب 1.9 درجة مئوية. لكن الأسماك تستطيع التكيف والنجاة في هذه الظروف القاسية، فقد اكتشف العلماء أن أسماك القطب الشمالي تشترك في العديد من الصفات المتكيفة مع البرد التي توجد لدى أسماك القطب الجنوبي الجليدية، مثل احتوائها على بروتينات مقاومة للتجمد، مما يساعدها على البقاء على قيد الحياة في المياه التي قد تصل درجة حرارتها إلى سالب 1.9 درجة مئوية. في النهاية، كل كائن حي يمتلك قدرات فريدة تساعده على التكيف مع بيئته، وهذه القدرات تختلف من كائن لآخر، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعلنا نرى عظمة الخالق يوماً بعد يوم. وفي الختام، إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس
حتى يصلكم كل جديد. شكراً للمشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو جديد.